السلام عليكم، اهلا اهلا يا حلوين، معاكم ريم. دايما بتسالوني ريم انت بتصوري بايه، ازاي بتمنتجي فيديوهاتك، ايه نوع المايك اللي بتستخدمي، واسئله كتير قوي. ففي الفيديو ده هاخدكم جوله في كل حاجه انا بستخدمها في التصوير، من كاميرا لاضاءه لمايك لبرامج الايديت واكتر. فلو انتم مهتمين بصناعه المحتوى عامه فالفيديو ده هيفيدكم. بس خلونا نبدا. فاولا قبل ما نبدا، لو مش متابعيني على الانستغرام فده الانستغرام بتاعي، تنسوش تفولو مي هناك. اولا هنبدا بالكاميرات اللي انا بستخدمها، وانا بستخدم 3 كاميرات. اول حاجه الكاميرا الاساسيه اللي بستخدمها اغلب الوقت، واللي هي الكانون M50، من الكاميرات اللي انا بدات بيها في اليوتيوب والى الان لسه مستمره بستخدمها. الكاميرا فيها اكتر من ميزه. اولا الكاميرا اون بادجت، فسعرها حلو جدا، مناسبه للاغلب. فيها فليب سكرين، ودي حاجه كويسه جدا بحيث ان انا اقدر اشوف نفسي، ودي من اهم الحاجات الضروريه اللي لازم يعني تركزوا عليها وانتم تشتروا الكاميرا، انه تقدروا تشوفوا نفسكم لو انتم بتصوروا فلوجز بالذات. ثالث حاجه الكاميرا يعتبر صغيره مش كبيره، كمان العدسه بتاعتها هي 15 45، فهي حلوه لما بعمل بيها زوم، وفي نفس الوقت بقدر اصور بيها كادر يكون وايد او كادر يكون واسع وجايب كل اللي حواليا. الكاميرا اعداداتها مش معقده، هي سهله جدا وحلوه ان انتوا تستخدموها كبيجنرز، وهي كمان تاتش سكرين، ودي من الحاجات اللي كانت مهمه عندي. الكاميرا بقالي يمكن حوالي 3 سنين بستخدمها. بس اما تسمعوا حد بيقول لكم انه الاهم من الكاميرا هو الشخص اللي ورا الكاميرا فصدقوا. فسريعا كده في 3 حاجات بركز عليها وانا بصور. اولا ان انا اخلي الكاميرا مانيوال مش اوتو، بحيث ان انا اتحكم في الاعدادات بتاعتها. ثانيا في 3 حاجات مهمين نركز عليهم. اول حاجه الايزو، ثاني حاجه الشاتر سبيد، ثالث حاجه الاف نمبر. طيب ايه كل حاجه؟ اول حاجه الايزو بيتحكم في اللايت بتاع الصوره، وفي نفس الوقت في الكواليتي بتاعتها. في الاول لما كنت ببقى في مكان ما فيهوش اضاءه فكنت بعلي الايزو جدا، بالتالي بيكون في لايت والنويز بتكون عاليه جدا، بالتالي الكواليتي بتكون قليله جدا. فبقيت بعد كده اخد بالي ان الايزو ما اخليهوش يعدي 400 و600 ماكسيمم، واركز ان انا احط ضوء خارجي. تاني حاجه الاف نمبر كمان بخليه اقل حاجه في الكاميرا، يعني انا اقل حاجه في الكاميرا في الام 50 هي ال 3.5 اتوقع. بعد كده الشاتر سبيد، وفي الغالب بحطه 1:60. فدي الاعدادات اللي انا بعملها في الكاميرا باختصار عشان اطلع بكواليتي نوعا ما كويسه. وللترايبود فانا بستخدم اكتر من ترايبود. في اول حاجه الترايبود الصغير، وده بستخدمه كتير جدا مع الكاميرا. الترايبود الكبير في نوعين جربتهم، في نوع اللي هو بلفه كده وده مش حلو خالص لانه بيوجع جدا الايد، بس النوع التاني ده انا مش عارفه اسمه بس هو احسن بكتير. تاني كاميرا بستخدمها هي الجو برو. انا بستخدم جو برو 10، هي الكاميرا حلوه جدا، الكواليتي بتاعتها يعني يعتبر مقبوله، تنفعني جدا لو انا بصور بره ومثلا ومش عايزه الكاميرا تكون ظاهره، بستخدم الجو برو لان هي صغيره كمان على قد الجيب، فسهل ان انا اخدها معايا في اي مكان. وكمان في اكسسوارات للجو برو، فدي من الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه وهي كانت الميديا مود، ودي مش بستغنى عنها عشان بقدر من خلالها اركب مايك خارجي للجو برو، وكمان اضاءة، بالتالي بيكون عندي سيت اب كامل، او ان انا استخدم المايك بتاع الميديا مود نفسه. وتاني حاجة كانت الجو برو ترايبود، ده عشان يعني صغير وكيوت جدا، بس عادي كان ممكن اجيب اي حاجة تانية، بس ده عشان حسيته ماتشنج مع الكاميرا مش اكتر، وممكن اتحكم في الطول بتاعه بس ستيل كله على بعضه مش مكمل شبر ونص تقريبا. وبعد كده البروجكتيف هاوس، وده احتياطي عشان لو هصور تحت المية. وكان لازم اجيب له الهاندلر بتاعه، وده علشان الكاميرا لو وقعت بيخليها تطفو، فلان الكاميرا لو وقعت مثلا في بحر او كده يكون صعب ان انتوا تجيبوها تاني، فده بيحافظ عليها يعني. وطبعا بطاريه زياده لان الجو برو يعني حرفيا بتفصل بسرعه مش بتكمل كتير. وبعد كده العدسه الماكس بتاعتها، ودي يعني صراحه ما استخدمتهاش ولا مره الى الان. وتالت كاميرا وهي كاميرا الموبايل. انا بستخدم الايفون 13 برو ماكس، بس قبلها كنت بستخدم الايفون 11. تعالوا نعمل انبوكسنج سريع للوايرلس هيدفون دي من ساوند بيتس. اولا السماعه وصلتني باللون الابيض، وده اللون اللي انا كنت عايزاه. دي الحاجات اللي في البوكس، منهم الشاحن التايب سي، وصلتها بالبلوتوث بكل سهوله، وكمان ليها اب تقدروا تنزلوه، وفيها اكتر من مود زي نورمال مود والترانسبيرنت مود. وعزل الصوت في السماعه دي حلو جدا، بيفصلكم عن المحيط اللي حواليكم، ده غير ان هي خفيفه جدا.
استخدمتها وانا بمشي وانا بجري وما كانتش بتتحرك، والسماعه صوتها عالي جدا جدا، فيها مكان للشاحن والمايكروفون وزر التعليه والتوطيه والتشغيل والتوقيف، وتقدروا كمان تتحكموا في الواسع بتاعها. هي بتشحن بسرعه جدا، مع ذلك هي بتقعد فتره كبيره معاكم شغاله. ده غير ان سعرها حلو جدا ومناسب للكل، هتلاقوا الرابط تحت في الديسكريبشن بوكس. حاليا ننتقل للإضاءة. في 3 مصادر للضوء انا بستخدمهم. اولا إضاءة الشمس، ثانيا إضاءة صغيرة بستخدمها فوق الكاميرا واسمها يالانزي، ودي إضاءة صغيرة كده جبتها من امازون، ومن الحاجات اللي فادتني جدا. ممكن اخدها معايا في اي مكان عشان هي حجمها صغير، هي فيها RGB كمان، وكمان بقدر اتحكم في الإضاءة لو انا عايزاه يكون warm او cool. تالت حاجة الإضاءة الكبيرة بقى، واللي هي السوفت بوكس، ودي مهمة جدا بالذات لو انا مثلا في مكان الاضاءة فيه قليلة او انا هصور بالليل. عامة الاضاءة بتختلف من محتوى للتاني، يعني انا مثلا محتوايا هو فلوجز ويوميات، فدايما ببقى عايزة الاضاءة تكون طبيعية جدا، فمش بحط RGB. الاضاءة لازم تكون طبيعية، اغلب الوقت بعتمد على اضاءة الشمس. ثالث حاجة الصوت، وده من اهم الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منه، لانه هو بيخلي الشخص يكمل او لا. ممكن الشخص يتغاضى عن الكواليتي بتاعت الفيديو، بس الصوت لا، لان هي حاجة بتكون مزعجة. فانا في الاول خالص كنت بستخدم المايك بتاع الكاميرا وكان سيء جدا. وتاني حاجة استخدمت مايك رود، هو حلو بس مش احسن حاجة. لازم دايما اكون مقربة المايك مني. طب لو انا بصور عايزة اقف بعيدة عن الكاميرا، فالصوت مش بيكون احسن حاجة ومش بيكون واضح، بالذات انا مثلا حد صوته واطي اصلا، فكان الموضوع بالنسبة لي معاناة. لحد ما جبت تالت نوع مايك، واللي هو الرود وايرلس، وده من احسن انواع المايكس اللي ممكن تستخدموها حرفيا. مش شرط البراند نفسه، بس اقصد فكرة انه المايك يكون وايرلس، تقدروا تحركوا براحتكم، مش محتاجين تعلوا صوتكم، والكواليتي بتاعته احسن بكتير. وكمان الميزة ان هو حجمه صغير، فعلى طول بيكون معايا في الشنطة ومش بيكون ملفت وانا بصور بيه برا. وحاليا ننتقل للمرحلة الاخيرة، وهي مرحلة المونتاج لإدت الفيديو. فانا حاليا بستخدم الايباد، ودي احسن واسرع واسهل طريقة توصلت لها. في الاول كنت بستخدم اللاب وبستخدم برامج زي فيلمورا وادوبي بريمير، بس حاليا بقيت استخدم الايباد، اسرع واسهل. والايباد انا بستخدم ايباد برو M1، انا بستخدم نص تيرا، مع ذلك بواجه مشاكل في المساحة، ده طبيعي جدا. فبيكون معايا هارد خارجي، فبحاول ان انا انقل عليه اول باول الفيديوهات، بحيث ان يكون دايما معايا مساحة في الايباد. في طريقتين بنقل بيهم الفيديوهات من الكاميرا للايباد. اول حاجة ان انا انقلها من اب كانون. الطريقة دي بتاخد وقت جدا للأسف، وكانت بتاخد وقت مني كتير قوي في المونتاج، لحد ما بقيت اعمل الطريقة التانية، وهي ان انا اخد الميموري كارد واحطه على اللاب، وبعد كده انقل الفيديوهات اير دروب من اللاب للايباد. وبالنسبة لبرامج المونتاج، ففي برنامجين انا بستخدمهم، برنامج VN، وده احسن برنامج اتوصلت له الى الان وما فيهوش مشاكل، على عكس برامج الباقية بيكون حلوة في البداية وبعد كده بيكون فيها مشاكل. تاني اب بستخدمه وهو كاب كات، وده في الغالب بستخدم من عليه الفلترز عشان الفلترز فيه حلوة جدا. وبما اني ما بحطش اي ميوزك على الفيديوهات بتاعتي، ودي حاجة لازم تأكدوا منها، انه انا لما بحط حاجات على فيديوهاتي هي ما بتبقاش ميوزك، هي بتبقى فوكالز اونلي، وبتبقى اصوات بشرية فقط. ازاي بجيبها واتأكد ان هي مش عليها كوبي رايت؟ بدخل على يوتيوب وبكتب مثلا مسلم باك جراوند نشيد، ولو متوفر ان انا اعمل داونلود للفيديو، يبقى في الغالب الفيديو ده ما عليهوش كوبي رايت. وعامه قبل ما انزل اي فيديو انا بنزله برايفت الاول، بحيث ان انا لو جالي عليه كوبي رايت فاقدر عادي احذفه وارجع اعمل اديت عليه وبعدين انزله مره تانية. بس ده كده كان كل الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا واستفدتوا منه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.